منظومة زراعة الأسطح اللي اخترعها الدكتور هند، منظومة إلكترونية، منظومة أوتوماتيكية كاملة للزراعة. دي زراعة الطماطم اللي احنا سبق وشفناها. المنظومة فيها ري اوتوماتيك وصرف اوتوماتيك، اشتغل بتايمر. شايفين احنا هو الطماطم طماطم حقيقية، مش هزار. عملية الري شغالة والصرف. ونباتات عقدت وعملت طماطم. قريبا الانتاج ده هينزل السوق. دي حاجة بقى يعني اورجانيك 100% وعلى ضمانت. Yeah.